من قال اتقوا الله؟ أفلا تأخذ بنصيحة رجل دعاك لتقوى الله؟ الإمام التنسي، والله إني سألت نفسي أين هو؟ قلت نأتي لجباية المراكب ونؤجل الأصعب. فما الخبر وراء جباية ما قبل العيد؟ هذا قرار، وما أنا إلا عبد مأمور. كن عبدا لله الذي يأمر ولا يؤمر، ودع الناس يعملون. ألك أولاد؟ طيب، اتق الله في الناس، وقد تكون أموال يتامى، والجور على أموال اليتامى ذنب عظيم لو تعلم. اتق الله يغفر لك الذي لا يعبد سواه. إلزم ما سمعت يرحمك الله. شكرا لك. كل عام أنتم بخير. وأنت بخير. أحسنت يا شافعي. نسأل الله اللطف فيما جرت به المقادير يا أبا يحيى.